ناديه وي بارك فراسك شمعك بس شمعك خالتك خالتي بارك فراسك الحاجه الله يرحم خويتك الله يرحمها في هذا النهار سهله يا ربي ماشي ساهل فقدان الاخت ماشي ساهل الحاجه حال روح الام ماشي صعبه فقدناها اليوم الله يثبت عن السؤال الله يرحمها ويوسع عليها وما توهر جنة ان شاء الله كانت علاقتكم بها كبيره بزاف بزاف ما قدرتش نوصف لك خالتي هي بمشي فين غدا عند خالتي ماشي خالتي ما بقاش عندنا خالات هي اللي بقات عندنا هي اللي بقات عندنا الله يرحمها ويوسع عليها الله يثبتها كنقولوا خالتي ما بقاش عندنا خالات تمويمتك غادي تفقد بزاف ملي مشات خويتك ما بقاش خالاتنا ما بقاش عندنا خالاتنا والو هي اللي كاينه اللي بقات خالة رحمة تابت الأم سمحوا لينا بقداش هي صغيرة من الأم ديالك ولا أمك صغيرة نتينا من صغير والله يمتعكم برضاها ويطول في عمر الوالدة الله يطول في عمر الوالدة في هذا النهار في المجال يطول في عمر الوالدة بركة فراسك حبيبتي شنو العلاقة ديالك مع الحاجة؟ حبيبتي بنت عمتي لا اختارينا وهي اختارتنا الحمد لله وهذه سنة الحياة الحمد لله دعي معها بالرحمة الله يرحمها ويخفف عليها امين يا الله يرحمها دعي معها بالرحمة بنت كلنا ليها الحمد لله لأن مشاهدينا الكرام أجواء من الحزن والألم أمام بيت الراحلة أم اللاعب الأسطورة البكاري واللي وافتها المنية يوم أمس بعد صراع طويل مع المرض ولكن قدر الله وما شاء فعل وإن لله وإنا إليه راجعون هذه الدموع ديال هاد الأقارب وديال الأصدقاء ما هي إلا دليل على طيبوبة هذه السيدة ولأنها كانت سيدة رائعة أن الكل كيشهد بالأخلاق ديالها ولكن كيف ما تيقولوا اللي ولد راه ما ماتش خلات ابناء طيبون خلات ابناء متخلقين خلات ابناء اللي داروا الاسم ديالهم في عالم كره القدم والحمد لله اللي ولد راه ما ماتش وولد صالح يدعو له كيف ما قال الرسول عليه الصلاه والسلام وهذا هو حال هذه الدنيا الله يرحمها والله يوسع على ضيقات القبور وكلنا لها اذا مشاهدينا الكرام اجواء من الحزن والالم امام بيت الراحله ام اللاعب الاسطوره البكاري ولازلنا معكم في تغطية متواصلة سالي حاجة نحضر الله عليكم والحمد لله على السيدة وراه دعوة 40 غريب راه هي مستجابة فيكفي هذا الدعاء لهذه السيدة الرائعة لهذه الأم المغربية الحاج إذا مشاهدينا الكرام كيف ما قلت لكم سيدة عظيمة أم مغربية كباقي الأمهات فقدوها الأبناء ديالها ولا نقول إلا ما يرضي الله السلام عليكم نشكروا هاد البوابة على هاد العمل اللي كتقوم به وهاد الشيء اللي كتقوموا به وهذا العمل جبار ما كيعرفوا على الناس اللي ولاد الدومين هما اللي كيعرفوا هاد الشيء اصلا نقول لكم على هاد المرحومة راه كانت من خيرات الناس تبارك الله وصلى وكانت كابرة في العنق راه العنق راه الدار على الدار ما كاينش جارك ما كاينش امك راه كاينه جارتكم دخل الكور وصرب وما كان دار مفتوحه للجميع وتبارك الله وصلى على النبي راه كبرات الوليدات وانا راه كان الصديق ديالي هو خوهم الكبير تي عزيز هو اللي كبر معايا ولعب معايا كوره بزاف هو البروموسيون ديالي هو اللي لعب معايا الكوره هو اللي كان معايا وكان صديقي وبزاف ما نقول لكم ما يتقال وهاد المراه هادي راه من خيره الناس اللي كانوا لان الزوره ماشي هي الزوره ديال بكري ماشي هي ديال دابا بكري اللي كتقول العنق راه 20 دار بحال دخلتي لدار واحده
كلشي بحال بحال كلشي استقبلك كلشي وتجي ضيف وما تلقاش ما تلقاش مالين الدار تدخل عند الدار عند الدار اللي حداهم تماما. هذا الدليل هو دابا السيدات الولات وهذو يعني سكن راقي وكل واحد بحاله ولكن الناس اللي جاو راهما من الجيران القدام ديال هاد السيده الناس ديال العنق اللي تنعرفوا التلاحم والترابط ديالهم واخا كل واحد مشى لقنت. لا وراه ما يمكنش ينساو وما يمكنش ينسى الزوره والزوره القديمه راه ما يمكنش ننساها وقليل دابا تلقاها ولكن حنا باقيين مطبعين بها ان شاء الله وباقيين غاديين بها والدليل على ذلك الحج الكبير ديال الاصدقاء ديال ولادها اللي جايين من هذاك الجيران الجيران راه العنق كله غادي يتحول هنا راه ما غنقول لك الا بغيتي دير حتى سبعه الخزين وكلتي عمر لان كانت كريمه وكانت جيده وكانت طيبه وهذا الشيء اللي غنقول لكم والسلام عليكم. الحاج الله يطول في عمرك. اذا مشاهدينا الكرام يكفي هذه الشهادات الطيبه من هاد الجيران الطيبون واللي هما ابناء العنق ابناء مدينه الدار البيضاء اللي بالرغم من ان تنعرفوا ان العنق كل واحد وفين داته الوقت الا ان ذلك التلاحم والترابط اللي كاين بيناتهم بحال العائلات لا زال قائما. مره اخرى نقدم احر التعازيم سي البكاري في وفاه الام ديالو والله يرحم جميع الامهات ولازلنا في تغطيه مستمره في هذه الجنازه الى اللقاء في بث اخر.